المؤتمر ربما سيعقد، حتى الآن لم يحدد بالضبط، لكن حوالي نصف نوفمبر. إذا من هنا إلى نصف نوفمبر يجب أن تكون الأجندة واضحة، لأن الحضور سيكون كثيفا جدا. ستحضر المؤتمر أكثر من 36 دولة، وبالتالي مثل هذا الجمع الكبير من العالم، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، يجب أن نذهب إلى هناك ونحن لدينا وثيقة واضحة محددة يمكن بعدها أن تبدأ المفاوضات التفصيلية حول ما نسميه في الحل النهائي.